صحيح احنا اليوم دينا البلاي اوف نتاعنا عملنا الاوبجيكتيف نتاعنا يعني تحب ولا تكره ما لازم تبدا بربح اليوم في سهلتنا عملنا اللي علينا من الاول كشفت تحب ولا تكره مساق الزيت راهي معناتها جماعه باهي تلعب كوره اذا كان الشعادة ديجا لوتام كانت سيري شويه ومن بعد خلينا الكار نتاعنا عرفنا كيفاش نجري وماتشونا للاخر تو تستنى فينا ماتشوات تبلبه في تبلبه ومن بعد نجيبوا حامات لهنا ومن بعد تولف في سوسه ومن بعد الكلوب لهنا شكون تروح سيري ما احنا على ثقة كبيرة في رواحنا وان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله بحاول لازم يعني احنا لهنا رانا ان شاء الله نلعبوا على الالقاب وربي يسهل لنا ان شاء الله بحاول نجيبهم كل شيء والله سي حمدي كي جينا موتيفاسيون كبيرة احنا وشجعنا وحكينا على الباركور اللي استنى فينا وان شاء الله باش نفرحوا الناس الكل ان شاء الله والله الحمد لله اول ماتش في البلاي اوف اول فيكتوار وان شاء الله نكملوهم الكل 10 سور 10 وبحاول الله شيء بشر بخير خاصة بعد الروندمون اللي تعدى اليوم لا والله حسب ما نشوفوا تو خاصة الهوند في تونس جامعة الكل ولات كيف كيف ما تعرفش اللي ماتش الكل ما تعرفش وقت يجيك ريزلتا تنجم تعاونك تنجم تهز قبل الكلوب في الجورجاني ولا في الزواوي ما تعرفش عليها الكرة تدور والله الحمد لله المنافسة هذه بالعكس تزيد البلوس ليلي أنا والوسام اللي احنا عايشين كل أخوات فما منافسة في الكرة ما الحمد لله أخوات وعايشين الكل مع بعضنا أنا ولا وسام فما حتى فرق أول حاجة مرحبا بكم إن شاء الحمد لله انتصار ما كانش سهل حضرنا ماتش كوم الفو بريسك هذه تروزيام مرة تروزيام فوا اللي نلعبوا ساقيت الزيت باش يكون ديماراج البلاي اوف لازمك تربح من الاول باش كل الجمعية تعرف علاش قادمة واش تعرف روحك انت شنو حضرت الحمد لله ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله مازالت لنا طبلبة مازالت لنا طبلبة مازالت لنا ليتوال مازالت لنا الكوب افريكان باش نحضروا كيما يلزم ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ترجي والله شو فماش احكام مسبقة في الكورة تنجم تقول معناها ليكيبات الكل كيف كيف فرد نيفو الحمد لله احنا عندنا افكتيف بلو ريش كي هما ونجموا معنا نكونوا اسهل منهم ان شاء الله طبعا الحمد لله على التوفيق من ربنا والفوز النهارده احنا يمكن شفنا مباراه يمكن اسخن من المباريات يعني احنا لعبنا ساقية الزيت الاسبوع اللي فات ولعبنا قبلها بحوالي 3 اسابيع اعتقد دي كانت اقوى مباراه لان طبعا في البلاي اوف كل اللي بيطلع اللي عنده كل اللي بيحاول ان هو يؤدي اقصى ما لديه الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا نكسب النهارده وان احنا فرحنا جمهور الترجي وفرحنا الاداره اللاعبين ما قصروش الحمد لله في الملعب طبعا من ان شاء الله من ماتش لماتش هتبقى الامور احسن لان الطبيعي انت داخل خارج من مباريات شويه بتجرب فيها كل اللاعبين عشان تقدر انك انت تعمل شغلك صح في البلاي اوف والحمد لله الخطوه الاولى الحمد لله لسه عندنا خطوات ثانيه كتير ان شاء الله باذن الله ان احنا ان شاء الله باذن الله يبقى نحتفظ بالدوري ان شاء الله لا ما مش متفق معاك لسبب واحد بص هي اسمها كوره والكوره دواره خد بالك فرقه نصر طبرمه من الفرق المحترمه جدا النجم الساحلي ما تستاهلش بيه يعني هنقول لكل جواد كاب ويمكن عندهم ظروف شويه لما مش هيبقى الامور سهله نفس الكلام فرقه ساقية الزيت النهارده شفناهم بيأدوا اداء محترم جدا احسن بكتير من اللي ادوه في 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 بدايه الدوري يعني النهارده هم ما شاء الله عاملين فعلا عاملين مباراه باهيه لاعبين مباراه باهيه فلا ما وافقش الراي دوت المباراه اعتقد الدوري هيبقى فيه ممكن يكون فيه مفاجات شويه